السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا. بنجاح يا رب والتوفيق لكل طلابنا بالثانوية العامة. خلاص إن شاء الله بكرة هنبدأ المواد الأساسية بامتحان اللغة العربية. نتمنى يا رب إن الامتحان يجي سهل ومباشر على جميع طلابنا. منذ قليل أصدرت وزارة التربية والتعليم بيان فيه عدة توجيهات من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي قبل انطلاق امتحان اللغة العربية غدا. أول توجيه من التوجيهات بعدم تأخر دخول الطلاب اللجان الامتحانية والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش. تاني حاجة عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة 9 صباحا. تالت حاجة التفتيش بدقة قبل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية. رابع حاجة التعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني. وآخر حاجة في التوجيهات بيوجه بها الوزير إن هيتم تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، لأن في طلاب اشتكوا في امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع إن في دوشة وفي عدم هدوء داخل اللجان. فالوزير بيوجه ان لابد من توفير الهدوء للطلبة لمنح الطلاب الوقت كامل للرد على او للاجابة على كافة اسئلة الامتحان. بالتوفيق يا رب للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.